سعادة السفير بيكا هيفونن سفير جمهورية فنلندا. Monsieur le président, j'ai l'honneur de vous remettre des lettres de créance auprès la République algérienne démocratique et populaire. تحدثت مع فخامة الرئيس للتو، ولدينا علاقات ثنائية وطيدة. فنلندا كانت من أولى البلدان التي اعترفت باستقلال الجزائر في 5 جويلية 1962. تربطنا علاقات سياسية جيدة، وكما تحدثنا مع فخامة الرئيس يجب علينا تشجيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا. هناك العديد من المشاريع المشتركة التي بإمكاننا تجسيدها، كما يجب علينا مستقبلاً أن نعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية والطاقات المتجددة. سياسياً نتقاسم الرؤى في مسألة إحلال السلم في العالم، ولذلك هذا يشكل أولوية للجزائريين والفنلنديين. Et des Finlandais.